قناة الشيخ لحسن سليماني تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الخالق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على هذا، استقاموا على ذلك حتى لقوا الله تبارك وتعالى. فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة هي أصعب شيء، ولهذا كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فأجابه جوابا مختصرا ولكنه في نفس الوقت من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم على ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ليس صعبا أن يقول الإنسان آمنت بالله، بيد أن الأمر الصعب الذي كما قال جل وعلا: لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والاستقامة أن يستقيم على ذلك ويبقى متشبث به متمسك به سائرا عليه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذه الاستقامة هي أصعب شيء. عندما يلتزم الإنسان ويبقى ملتزما ويستقيم ويبقى مستقيما رغم كل الفتن ورغم كل المحن ورغم كل الصعاب ورغم كل الابتلاءات، لا يتزعزع إيمانه ولا يتزعزع معتقده ولا تتزعزع ثقته بالله تبارك وتعالى، فهذا هو المستقيم الحقيقي الذي استقام كما أمر. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فما علينا معاشر المؤمنين إلا أن نلتزم بالاستقامة، بأن نجاهد أنفسنا ونصلح من أنفسنا ما فسد منها، ولا شك أنها عرضة للفساد، ولا شك أن هذه النفس الأمارة بالسوء إذا لم يلجمها الإنسان بلجام الدين وبالوازع الديني فإنها تورده المهالك، لأنها تتوق إلى كل شر، تتوق إلى الملذات وتتوق إلى الشهوات وتتوق إلى الخلود إلى الراحة وترك التكاليف الشرعية نظرا لما فيها من المشاق وكذا، فهذا كله ينافي الاستقامة. فعندما يتمكن الإنسان من أن يسيطر على زمام نفسه بحيث لا يوجهها إلا حيث ينبغي أن توجه ويمنعها ويلجمها عن كل ما لا يليق بها، فإنه بذلك يكون قد استقام. والإنسان عندما يصبر عن المعاصي فإنه قد استقام. ولا شك أن الصبر عن المعصية أصعب من الصبر على الطاعة، لأنه من السهل على كثير من الناس أن يفعل الطاعات ويفعل منها ما شاء الله ويجتهد فيها، ولكنه سرعان ما يضعف وتنهار قواه في وجه صبره عن المعصية. يستطيع أن يصبر على الطاعة ولكنه لا يستطيع أن يصبر عن المعصية، مع أن الصبر على الطاعة، هذه الطاعات هي من الأوامر، والأوامر ائت منها ما استطعت، أما النواهي فليست كذلك، ليست على نفس المنوال، بل
عليك اجتنابها بالكلية، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا بالنسبة لجانب الاجتناب الذي هو الكف عن المعصية، هذا أصعب، وهذا الذي لا يعذر فيه الإنسان، لا يعذر أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه فوقع في المعصية الفلانية، لا يعذر، ولكن يعذر أنه لم يستطع الإتيان بالطاعة الفلانية، عجز عن الطاعة الفلانية وعجز عن الأمر الفلاني مما أمر به، هذا يعذر فيه، بل ويثاب إن كان إنما حال بينه وبينه وبين هذه الطاعة العجز مع رغبته فيها. أما المعصية فهذه لا يعذر في مواقعة شيء منها مطلقا. فلذلك الاستقامة تقتضي منك اجتناب كل ما نهيت عنه، كل ما نهيت عنه، تبدأ بما نهيت عنه على وجه الكراهة، وما نهيت عنه على وجه الشبهة، ويصل بك الأمر إلى ما نهيت عنه على وجه التحريم، لأنها أمور متدرجة. هناك كراهة، أمر مكروه لا ينبغي مواقعته، هناك أمور فيها شبه لا يتبين أمرها، لا يعرف أحلال هي أم حرام، أو اختلفت فيها أقوال العلماء وتضاربت فيها آراؤهم، منهم من عدها في خانة الطاعة المباح، ومنهم من منع منها وكذا، فهنا نقول فيها شبهة. والشبه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، يعني أنه عندما تكثر من الإنسان مواقعة الشبهات ويكثر منه مواقعته للمكروهات، فإنه يهون عليه ويهون في نظره الحرام، يسهل عليه، يرتكبه ويراه سهلا هينا لينا، في حين أن الذي لا ينهمك في المكروه ولا ينهمك في الشبه في الغالب تجده أبعد الناس عن الحرام، لأنه ما دام تمالك نفسه وألجمها عن مواقعة المكروه وعن مواقعة ما فيه شبهة، فلأن يتمالكها ويمسكها عن الحرام من باب أولى. فقال: فاستقم. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول، على ما يعنيه هذا القول، ليس فقط على دوام النطق به، بل على دوام النطق به واعتقاده بقلبه والعمل بمقتضاه بجوارحه، استقام على ذلك حتى أتاه اليقين، استقام على ذلك حتى خرج من هذه الدنيا وهو على ذلك. فهذا هو الموعود بهذه الجائزة العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يثبتهم الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، فاستقامة، فاستقم كما أمرت، أمرت بالاستقامة فاستقم، أمرت بالابتعاد عن الاعوجاج وعن الريبة والتردد، وابقى على يقين تام، على بينة من الأمر، سائر على سبيل الهدى، سائر على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يوصف بأنه مستقيم، وهذا الذي يستحق أن يقال أنه مستقيم. ومع ذلك مهما رأيت من نفسك من كثرة الاستقامة فلا تغتر بذلك، إن الاغترار أو الغرور يجعل الإنسان أحيانا يزدري كثير من الأمور، فإذا به يقع في أشياء ما كان ينبغي له أن يقع فيها. الإنسان مهما رأى من نفسه أنه على سبيل الخير وعلى طريق الجاد وعلى الجادة، مع ذلك كله ينبغي له دائما أن يبقى خائف وجل، أن يكون من أولئك الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى أنهم يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة مع كل ما عنده من الخير ومن الطاعة، ومع ذلك يبقى وجلا خائفا أن لا يتقبل منه وأن لا يوفق في قابل أيامه. وأنت أيضا ما دمت على قيد الحياة فلست في مأمن من الفتنة، إذ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذا ينبغي لك أن تستقيم كما أمرت، وتسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك على هذه الاستقامة، لأن الثبات عليها هذا من رزقه فإنه رزق الخير بحذافيره، أن يبقى مثبت القلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، والله عز وجل يقول لنا
في كتابه العزيز أن ندعو هكذا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والإنسان ما دام حي فإنه لا يؤمن عليه، قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فما عليه إلا أن يستقم كما أمر، ويسأل الله التوفيق لمزيد من الاستقامة والثبات على الاستقامة والبقاء عليها غير مفتون، لأنه عرضة لأن يفتتن في كل لحظة. والفتن لا شك أن منها ما يكون خفيا يخفى على الإنسان فيقع فيه وهو لا يدري، فيزيغ من حيث لا يظن، ويرتكب الآثام من حيث يريد جني الخيرات وجني الأجور. فإذن الاستقامة وكثرة سؤال دعاء الله تبارك وتعالى، الإخلاص والتوفيق، وأن يرزقه بقاء على الاستقامة حتى يتوفاه إليه غير مفتون، لأن من توفاه الله ولم يفتن فإنه قد فاز فوزا عظيما. فهذا الذي قال عنه تبارك وتعالى: تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، التي كان الله تبارك وتعالى قد وعدكم ومن أوفى بعهده من الله. ما دام وعدك والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فقد رزقت الخير بحذافير، جمع لك الخير بحذافير، لأنه وعدك الله تبارك وتعالى إن أنت فعلت كذا وقد فعلت حتى توفاك الله، فأنت بإذن الله تبارك وتعالى مآلك إلى ذلك، إلى تلك الجائزة، إلى نيل تلك الجائزة الموعودة من الله عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا لها من ولاية، يا لها من جائزة، يا له من وعد منجز من الله تبارك وتعالى. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.